إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، إنكم في أعظم أيام الدنيا على الإطلاق في عشر ذي الحجة التي عظمها الله عز وجل وجعل لها المكانة العظيمة عنده، وقد ذهب أعظم العشر وبقي أعظمها. نعم يا عباد الله، ذهب معظم أيام العشر وبقيت أعظم الأيام والليالي. بقي يوم عرفة وبقي يوم النحر، وهما أعظم الأيام عند الله عز وجل. فعلينا يا عباد الله أن نحسن فيما بقي من هذه العشر العظيمة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ما تقدم من التقصير. عباد الله، يوم عرفة ويوم النحر هما يومان عظيمان عظمهما الله سبحانه وتعالى، فتعظيم هذين اليومين بالذات هو تعظيم لله سبحانه وتعالى. وما عظم هذان اليومان عند الله سبحانه وتعالى إلا لما فيهما من ظهور التوحيد، من ظهور التوحيد على رؤوس الخلائق في هذين اليومين، وتبديد الشرك والمشركين ومخالفتهم، فكل ذلك كان سبباً في تعظيم هذين اليومين عند الله سبحانه وتعالى. وفضائل يوم عرفة ويوم النحر كثيرة جدا، وحسبنا تذكرة وتبصرة بهذين اليومين بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوم عرفة يا عباد الله هو اليوم الذي أخذ الله فيه ميثاق على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه آية الميثاق التي أخذها الله عز وجل على بني آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك كان في يوم عرفة، في يوم عرفة بمكان عرفة. وذلك أن الله عز وجل عندما خلق آدم عليه الصلاة والسلام حشر ذريته من ظهره قبلا، ثم أخذ عليهم هذا الميثاق بنعمان، ونعمان هو عرفة، فأخذ عليهم الميثاق في الزمان والمكان في عرفة وفي يوم عرفة، لعظيم هذا الشأن، لعظيم شأن هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الميثاق
حجة على العالمين أن لا يشركوا بالله شيئا، ومن أشرك بالله فلا حجة له عند الله. وقد عزز الله عز وجل هذا الميثاق بإرسال الرسل وإنزال الكتب، قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. عباد الله، ومن فضائل يوم عرفة أنه هو اليوم الذي أقسم الله به بكتابه، قال سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. فيوم عرفة هو يوم مشهود، مشهود بالتوحيد ومغفرة من رب العبيد سبحانه وتعالى. ويوم عرفة يا عباد الله هو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين. جاء يهودي إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية نزلت عليكم معشر المؤمنين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: فما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في يوم جمعة. فيوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ويوم عرفة هو يوم مخالبة المشركين وتذكير بهذا العهد العظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وكانت قريش لا تقف بعرفة، كانت قريش تسمى بالحمص، وكانوا يقولون: نحن أهل حرم لا نخرج من الحرم. فإذا جاء يوم عرفة يقفون على طرفها ولا يقفون بعرفة، وذلك لأن عرفة ليست من الحرم فهي من الحل. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلاما في معناه: أن كل مكان أعرض عنه المشركون أوجب الإسلام الوقوف فيه، وذلك مخالفة للمشركين. فعلى المسلم أن يتذكر هذا الأمر العظيم في هذا اليوم العظيم، وهو مخالفة أهل الشرك. ومن فضائل يوم عرفة يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى جعل صيام هذا اليوم تكفيراً للذنوب والسيئات، تكفيراً لسنتين، سنة ماضية وسنة باقية، ولم يأتِ حديث فيه فضل الصيام كصيام يوم عرفة، فهو أعظم صيام التطوع على الإطلاق بإجماع أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فيا عباد الله، على المسلم الكيس الفطن ألا يفوت هذه الفضيلة، فضيلة يوم عرفة وصيام يوم عرفة. فصيام يوم عرفة بهذا الميزان العظيم تكفير سنتين من الذنوب والمعاصي. ويا عباد الله، فضائل يوم عرفة كثيرة، ومن أعظمها إجابة الدعاء. الدعاء الدعاء في يوم عرفة يوم إجابة الدعوات وإقالة العثرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فأكثروا من الدعاء في يوم عرفة، فهو يوم إجابة الدعوات والعتق من النيران، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويباهي بهم الملائكة
فيقول ماذا أراد هؤلاء. وإجابة الدعوة يا عباد الله ليست خاصة للحجيج، بل هي لجميع المسلمين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فالدعاء خاص باليوم وليس بالموقف، ولكن أهل الموقف حالهم أخص ولله أقرب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى مستدلاً على أن إجابة الدعوات ليست خاصة للحجيج بل هي للجميع، قال: ويدل على ذلك أن اليوم الذي بعد يوم عرفة هو يوم العيد، وهو عيد المسلمين أجمعين، فدل على أن إجابة الدعوات عامة للمسلمين أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، وبعد يوم عرفة يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. نعم يا عباد الله، أعظم الأيام عند الله هو يوم النحر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. نعم يا عباد الله، يوم النحر هو يوم الحج الأكبر ويوم البراءة من المشركين. قال سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهو يوم التوحيد والبراءة من الشرك والتنديم، فهو يوم عظيم تراق فيه الدماء، تراق فيه الدماء قربة لله سبحانه وتعالى. الذبح لله عبادة عظيمة جمعها الله عز وجل في كتابه في موضعين، مع أعظم الطاعات وأجل القربات جمع النحر والذبح مع الصلاة. قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وما تقرب متقرب لله عز وجل في يوم النحر بمثل إراقة الدماء قربانا لله سبحانه وتعالى، فإن التقرب لله بإراقة الدم من أعظم أعمال يوم النحر للحجيج وغير الحجيج، وهو من أعظم الصالحات المذكورة عند الله سبحانه وتعالى. فليس المقصود هو اللحم والأكل، وإنما المقصود الذبح والقربة لله سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. من أجل ذلك شرع الذبح والنحر لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم. فعظموا يوم النحر، وعظموا أعمال يوم النحر، عظموها تعظيما لله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم يوم النحر تعظيم صلاة العيد، فصلاة العيد يا عباد الله من شعائر الإسلام الظاهرة، واجتماع المسلمين في صلاة العيد إظهار لقوة المسلمين وإرغام للمنافقين. فعلينا يا عباد الله أن نعتني بهذه الصلاة عناية عظيمة، فقد أمر بها الله عز وجل وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على كل مقتدر ومستطيع. نعم يا عباد الله، إياك وإن إياكم والتساهل في صلاة العيد، لأنها شعار المسلمين في هذا اليوم العظيم. ومما يندى له الجبين ما نراه من بعض الناس لا يهتم لهذا العيد، بل بعضهم يصل به إلى التنقص لهذا اليوم العظيم الذي هو أعظم الأيام عند الله، فيقول: هذا عيد اللحم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فهذه كلمة عظيمة جدا يا عباد الله،
فمن قالها تنقصا لهذا اليوم فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه تنقص شعيرة من شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلينا أن نعظم هذا اليوم تعظيما يليق به كما عظمه الله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وآمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم وصح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.